انا عرفت ان كابتن حلمي قافل تليفوناته وانتوا مش عارفين تتواصلوا معاه. ف فعلا انا حاولت النهارده، انا معاه اكتر من مره الصبح والساعه 1:30 والساعه 6، حاولت ان انا كنت عايز اروح له البيت حتى اقعد معاه وما قدرتش اوصل له. انا اعتقد مهم قوي اوصل له النهارده اقعد معاه، ان انا طب محتاج اقعد يعني لو معاه. عايز تقول له حاجه، طيب يعني هو بيتفرج علينا لان احنا حاولنا نكلمه هو رافض وقال انا مستني قرار مجلس اداره، يعني تقول له ايه يا كابتن ايمن؟ لا اقول له انت كابتن حلمي طولان حاجه كبيره عندنا وليك احترامك ومفيش تمام حاجه هتتعمل غير لما انت تكون موافق وشريك فيها. الراجل ده كبير وليه قيمته، وانا عن نفسي حتى لترويج المشاكل والخلافات اللي بيني وبينه والكلام الفاضي ده كان الكلام غير مقبول. تمام يا ده كابتن. راجل حبيبي وكبرنا واحنا تعودنا، وانا معجب بالمبدأ اللي انت انا وانت اتفقنا عليه يا كابتن حازم، ايوه يا كابتن، اللي هو احنا اهل البيت كلنا مهما كان بينا الخلافات احنا لينا كامل صح الاحترام لبعض، صح ومحدش يخش يزايد على علينا. صح حتى انا اختلف مع الكابتن حازم، لكن لو حد جه على الكابتن حازم انا ضده على طول، صح طيب ودي احنا محتاجين الفترة دي نفكر بالطريقة انا دي. عايز اتفضل احييك يا على كابتن. موضوع يعني احترامك لكابتن حلمي، لان دايما الواحد هو ماشي بيبقى متضايق فمحتاج ان هو يسمع كلمه حلوه، فانا اتمنى ان لا يبقى لا هو العلاقه ده حتى احساس، لو هيحصل استقاله او اقاله انها تطلع في اطار يعني تحتووه، وراجل يشتغل في ظروف صعبه كابتن حلمي وليه لا كل الاحترام والتقدير لا طبعا. ده مش ظروف صعبة، ده انا اشهد له ان هو تحمل فوق طاقته وغير حتى من ادائه وشخصيته مع اللعيبه عشان يحتوي المشاكل اللي صح اتصدرت له، والراجل لم يقصر في عمله، لكن يعني ولسه الموضوع لم ينتهي ولم يقفل، والراجل ده انا اشهده بادب واحترام وحب طبعا للنادي واخلاصه للنادي صح في ظل ظروف والله يا كابتن حازم ما حد يقدر عليها، صح ولا طيب فلوس ولا دعم الناس ولا اي حاجه. ناس كتير